أضحى مبارك، كل العام وكل الليبيين بألف خير، كل عام وكل مشاهدي تلفزيون الوسط تلفزيون الدبليو بألف خير. نرحب بكم في سهرة خاصة من سمر العيد، هذه السهرة اللي يجتمع فيها مجموعة من النجوم لأول مرة في مكان واحد، سمر العيد فقط اللي يجمع كل هؤلاء النجوم. نشكر في بداية برنامجنا الليدو اللي احنا مستضيفين اليوم في هذا المكان الجميل اللي افتتح مؤخرا. الليدو كان بتنفيذ شركة وادي أويس العقارية، شركة ليبية للاستثمار العقاري. أيضا نحب نشكر الفلاي بورد، الشركة المشغلة لهذا الصرح. شركائنا أيضا الكيا الراوخ، شركة الهودج العالي، وكيل حصري لإيوسيرين. نشكر مطابخ النجوم، وأيضا نشكر الأصالة للأتات. من بين أيضا الناس اللي رحبوا بينا هنا في حلقاتنا شنابو. شنابو افتتح مؤخرا في الليدو وعنده مجموعة فروع ما بين طرابلس ومصراتة. غانس أند بانس برجر، واحد من المطاعم المهمة في طرابلس وأيضا هي ماركة عالمية. نحب نشكرهم كلهم لدعمهم لينا وكانوا معنا من بداية حلقات برنامج سمر العيد. نبدو مع بعض سمر العيد ونستقبل ضيوفنا لهذه الحلقة الخاصة. ضيفي الأول شخصية خاصة جدا، ليس بنجم في الفن ولا الإعلام ولا الرياضة، وإنما نجم في مجاله الاقتصاد والتجارة. رحبوا معي برجل الأعمال الليبي الأشهر حسني بي. واحدة من أهم الأسماء الليبية والعربية، صوتها من أهم الأصوات، تلقب بشمس الأغنية الليبية، النجمة أسمى سليم. واحد من أهم الأسماء الشابة في مجال الكتابة مؤخراً، أخذ الكتابة والإعلانات في الفترة الأخيرة في ليبيا لمكان خاص جداً، الكاتب الشاب عبد الله سلامة. صوت إذاعي مميز جدا، فنانة متميزة من العيار الثقيل، تنقلت بين الدراما والكوميديا، واحدة من أهم نجمات ليبيا، الفنانة القديرة بفنها وليس بعمرها ثريا محمود. عيدكم مبروك، مرحبتين بكم، أنسيني اليوم نجوم فوق العادة، يعني اليوم أن نقدر نجمع هالكوكب الجميلة في مكان واحد، فهذا أنا نعتبر فيه شرف لي اليوم. أضحى مبارك عليكم جميعا. أول شيء انطباعكم في المكان اليوم، أن تشوفوا في إنجازات ممكن في طرابلس، لنا فترة ما شفناش مشاريع ممكن تفتتح. نبدأ بالسيدات. شكرا لك، مكان جميل ورائع، خاصة انه هو على البحر في هالليلة الصيفية الرائعة، يعني مع العيد حلو الواحد يعيد في البحر. اكيد اكيد، ومع الإضاءة مشتاقين للإضاءة اكثر واكثر، فليلة حلوة، يعني مكان جميل جدا. جولته في المكان عبد الله استاذ حسني، اسمع حنجيها لان عندي عندي لان مبسوطة جدا وسعيدة وفرحانة، و بصراحة بهرت وما توقعتش، بس جميل جدا جدا بصراحة، مبسوطة. أستاذ حسني درت جولة في المكان فظيع، يعني بصراحة حتى أن كون نسموه جميل ممكن قليل على ما هو موجود. الموقع جميل، نهني المستثمرين الخواص اللي استثمروا في هذا المشروع وأنتجوا من هذا المكان
الشيء بالماضي كان مجرد شبه مزبلة. صحيح. أمانة يعني صرفوا الكثير والإدارة كذلك جيدة جدا. جميل. الإخراج ممتاز والتصميم يعني رسم التصميم حتى هو رائع. الموقع طبعا قلب طرابلس، واجهة البحرية لطرابلس. يعني احنا نفرح لما نقول واجهة البحرية لطرابلس بهذا الشكل. نتمنى ان كل الاماكن تحدو نفس الحدو يعني ونفس المستوى. الاهم مش فقط ان نحن نديروا شيء ولكن نديروا بهذا المستوى الرفيع. هل تستحق يعني العاصمه عاصمه رجال الاعمال ممكن يفتح لهم عيونهم المشروع هذا انه ممكن يستثمروا باقي الشواطئ او ممكن حتى تسهيلات من الدوله يعني ما فيش شك فيما لو تذهب الدوله والبلديه الى موضوع حقوق الانتفاع للقطاع الخاص لمدى طويل واعطاهم امتيازات لمدى طويل الكثير حيكون له الشجاعة يتشجع أنه يستثمر. لكن ضروري أن تكون الامتياز لمدة لا تقل عن 5 سنوات. صح. غير ذلك حيدير براكة باش في آخر الصيف يعني لازم يكون عنده 5 سنين 7 سنين 10 سنين يعني يقدر يطلع رأس ماله وربح يعني بعد حد أدنى 5 سنوات بشروط معينة لمستوى راقي كما هو هذا المكان. نفرحوا الشباب مثلا انتوا تحبوا تشوفوا الحاجات هذه اكيد. انا لفت انتباهي ان المكان جميل وراقي، وكشاب احنا نشكو مثلا من قلة الاماكن للشباب. هذه المشكلة قاعدين نعانوا فيها، دي من الاماكن عائلات بس في طرابلس ما نعرفش عليها. بس انا مع المكان هذا كونه عائلي معاه من ناحية انه هو مكان هادي جميل. جميل يليق بالأسرة الليبية ويليق حتى بميزانياتهم للأمانة. يعني مش بالأجور العالية اللي في المكانات الثانية اللي ما يقدروش يمشولها. فحبينا جدا المكان. هم الميزانية مدايرين أكثر من سعر، يعني تقدر كل منطقة مخصصين لها سعر معين ومعظمها في المتناول الجميع. بالضبط. فالأغلب أي حد يقدر يزور المكان. يعني قبل ما نكلمه يعني بناخذ منكم انطباعكم على المكان، ولما بنجي نكلم أسماء بنقولها قبل ما تكلمي لازم تغني اليوم. انت العيد معنا اسمه، فمعناها لازم نسمع اسمه اليوم. ليلة العيد انستينا، يا ليلة العيد انستينا، وجددت الامل بينا. الله 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 الله. إن شاء الله كل سنة وليبيا طيبة وأهلنا طيبين يا ربي، وإن شاء الله عيد مبارك على الجميع يا رب. وإحنا حظينا بعيدية مباشرة من الأستاذة أسماء. سلم. كلكم اليوم عيديتنا اليوم، وصوت أسماء اليوم من أهم الحاجات اللي عيدنا بيها يعني. سلم تسلم. وليلة العيد بلون خاص بصوتك. شكرا. ليلة العيد في حوش أسماء كيف شكلها؟ ليلة العيد الكبير طبعا زي العادة والعوايد ديما يجي الخروف جاهز. لا يبدأ يبعض علينا ومن بيت معنا، وديما احنا في العادات في ليلة العيد يعني شبه ما نرقدوش، شبه ما يجيناش في النوم. دركت يبدو الناس بالضبط يمشوا للصباح. وزي العادة يعني نوضوا ونذبحوا الخروف الأضحى ونجهزوا الشواء. وطبعاً ما عنديش الروح مع الماكلة والشويات والدنيا. الماكلة مش الحال، كنا ما عندناش مع الروح، لكن تنظيف الدوارة. يوم العيد بالذات، يوم العيد أنا نحب نكون حاضرة في تنظيف الدوارة. حاضرة وإلا لا لا موجودة أنا. إحنا أنت تنظفيها ولا بننظفها؟ لا ننظفها مع بعض. مع بعض هي دوارة وتنظفها مع بعض. شراكة شوية ليش شوية مش شوية دوارة مقسومة على 4. نحس في أحلام أكثر حاجة معكم في العائلة. أحلام أمي لو حتى أنا. هي الدوارة بالذات بصراحة يعني الحاجة من الحاجات اللي ما تقدرش تاكلها من أي مكان. أكيد. وحلاوتها وجوها يكون أحلى في العيد سبحان الله. صح. العيد الكبيرة أصبح العيد ما يختلف على أي يوم يعني. بالضبط. يكون يوم بالحق ما نستمتعوا به ونأكلوا فيه. العيد عند حسن العيد هذا حيكون عيد طبعا
فطرابلس رائع لأن حيكون في طرابلس بعد غياب الأعياد الكبير والصغير لمدة سبع سنوات يعني من وقت حرب المطار على حرب على المطار في طرابلس. تغيبت ما عادش حضرت ولا عيد في ليبيا، فهذا أول عيد إن شاء الله بعد قيام لي نكهة خاصة العيد لما يكون في البلاد. ما في شك أن يعني الواحد دائما انتماه لوطنه وحبه لوطنه والشعور الوجود يعني حاجة ما تقدر حتى توصفها، ما فيش لها صح وصف. يقولوا طير وطري وطري اي لا زي ما يقولوا في المثل الليبي، خاصة في الأعياد والمناسبات دائما مثلا نتذكر نقول يا ريتني جيت في طرابلس توا، الحنين يزيد بالضبط. وخاصة أنا في أيام العيد بتكلم بأهلك وناسك فالذكريات حتى تتذكر كل شيء وياخذك الشوق ولا يعني لما تكون برا يعني لما تكون غايب عن وطنك مرات تقول والله برات شاهي ما أحلاه مع الأصدقاء في بلاد. اليوم على البحر قبل هذه السهرة الرائعة بمناسبة العيد كنا درنا مباكبكا ودرنا البرد شاهي اللي كنا نحلم به كل أسود وكل منغش حاجة روعة يعني نقول إحنا باللهجة الترابلسية معجون شاهي المعجون حاجة يعني شاهي ومعه السكر كله مع بعض كله مع بعض ولكن يعني هذه واحد كان يقول يا ريت أصبحت موجودة الحمد لله. انقلت العادات هذه خاصة أن عائلتك موجودة برا يعني انقلت لهم العادات هذه قاعدين محتفظين بها طبعا يقيموا بها ولكن مش حنلقى البراد المنقش يعني يعتبروا الطنبولة ممكن لو ناخذ براد المنقش ثاني يوم نلقى الشرطة كده من الباب. ترية كونك من طرابلس القديمة يعني صح ولا أنت جذورك من لا جذوري مش من طرابلس لكن مقيمة في طرابلس يعني عاداتكم عادة طرابلسية طبعا متربية في طرابلس في عادات خاصة عند طرابلسيين مثلا تكحيلة العين تقريبا للخروف أنا نحب إن نحب هالحاجات هي اللي كنت نشوف في حناي هي اللي كانت تدير فيها فانغرست فيا يعني وتذكرني بذكريات جميلة إن إحنا نحنوا الخروف نكحلوا لعيونا طبعا الصبح قبل ما يذبحوه ان نبخروه خلوه يستنشق له شق الله على العاده هي عادات خاصه على هذه اي لازم نبخور بالضروري وطبعا في نفس الوقت يعني نكون مجهزين الفطيره في الليل ومقرضين خضرتنا ولكن مش غاسلينها باش ما تتبلش طبعا لان هذا كله اني ندير فيه يعني والدواره ما فيش حد يغسلها الا ترية والاصبان ما حد لا ما فيش اشراف كلها اني قريب ندبح لكن ما نحضرش فيها رغم ان الذبيحه يسخفني لما يجوا يذبحوه فما نحضرهاش ما نبيش نشوفها يعني لما يذبحوه مرات الحد لما نقول لك نشوفها في الذبح خلاص ماش نحضرها اني نفس الشيء اني نفس الشيء هيك لكن لما بعدين لما يجيبوا لي الحيمات ويجيبوا لي البطن هيك خلاص تنحط القلايه على النار ونبدو في التنظيف في البطن ونشوه وخلاص احلى اكله في العيد شنو يعني والله هو اللي راهو مانيش من عشاق بصراحه يعني مش من عشاق اللحوم راهو رغم اني لا مش نباتيه لكن اللحم ما نفضل ناكل خضره يعني اغلب ماكلتي بالخضره يعني لكن ما ندورش في اللحم لكن لحمه العيد لما قلت انت لحمه العيد اي شيء في العيد راهو خاص فيه نكهه جميله عليه يعني العصبان حتى لو درناه الايام اللي قبلها او اللي بعدها ما تجيش نكهته زي نكهه العصبان العيد لحمه العيد لما تطيب بها مكرونه ولا تطيب بها كسكسي او احنا ندير بها مرات في مرقه هيك عاديه ما تجيش الريحه بتاعتها زي اللحمه الثانيه زي شربه رمضان زي شربه رمضان بالضبط تديرها برا مستحيله لكن في رمضان لها نكهه خاصه عبد الله الطيب مستحيل ما حسيتك تتكلم بثقه انك انت أكل بشكل مش عادي لكن تاريخي في المطبخ كله دحية محروقة الله ما عودت ما نعبوش عليك بزردة لكن خاطر ننسى أستاذ حسني باهي في العيد إن شاء الله يعني تذبح في العيد نذبح لا أنت تذبح يعني نذبح مستعد نذبح بني آدم يعني خافوا احنا لكن نحن أول يوم العيد طبعا ما ناكلوش اللحم تاع الذبيحة خلوه دائما لثاني يوم أول يوم نديره طبيخة تشرب من غير
الحروف التي ياكلوا الكبده بس ناخذوا لحم من برا ونديروا طبيخه اللي هي زبيب وحمص. زبيب وحمص مع التطاوين في تونس هكي نفس البرنامج. هذه اكله من المنطقه الشرقيه هكي. هذا في مرقه ولا لها اسم معين؟ اسمى طبيخة حمص وزبيب. يعني مرقم بالحم معها. مرقم لحم باللحم. بيضة هيك ولا حمرة؟ حمرة. بالطماطم. وهذا كان أول يوم العيد أو حتى لو شوينا شيء نشوي شيء مش المذبوح. في هل بيخلوا حتى في العائلات هنا يخلوا في السقيطة لثاني يوم يقطعوا؟ هذا سبري يقولوا تقريبا صح؟ هو مش حتى لا سبري. جماعة التطاوين في تونس هيك بالضبط. يخلوا الذبيحة لثاني يوم. لكن بس احنا مالناش علاقة بتونس. لا نحكي احنا في طرابلس وفي ليبيا. على فكرة احنا متقاربين هلبة هلبة. احنا في ليبيا في عادات وخاصة في يوم العيد. انتوا طرابلسية. نحن اشتراك لكن يعني احنا نعيد على ليبيا نحكي على ليبيا وتونس مش نحكي احنا نعيد على اخواتنا في ليبيا وفي تونس أيوة. وفي مصر يا مصر ليبيا اللي دولة واحدة وعوائد واحدة لا مصر تختلف جدا لكن لا احنا راهو المنطقه الشرقيه تقترب هلبة من مصر والمنطقه الغربيه نفس الشيء هي راهو العمليه التكسير كانوا الناس الاولى هي في الاول بكل يعني كانوا يخلوه يبات يشمع هو مش حكايه هو سبر لا هو يقول لك لما حتى التكسير متاعه لما يبات يشرب الدم متاعه وتبدا اللحمه خلاص ينشف يشيح ويسهل التكسير متاعه فيقول لكن احنا توا عصر السرعه وعصر انه خلاص ما عادش نبغوا ديما كل شيء مستعجل ناخذوه وندبحوا من هنا اصلخ من هنا اقتل من هنا مش عارفه شنو هو كل من هنا خلاص ما يدنش العصر لين تكون نص سقيطه ما هناش عبد الله نستنى منك اكله ممكن بعد سنه بعد سنتين تتعلم ان شاء الله انا ديما عندي طموح ما نقولش لا فمرات الذبح امتى ان شاء الله لا ما زالت مازال شوي يبيلي الصلخ قاعد نشد في الرجلين وقاعد وعندنا احنا عاده اخرى اللي هي طبعا المقدم لازم انه ينعطى برا اي عندنا هذه كلنا المقدم هو الكتف الكتف اليمين يتصدق الثاني يهدى عيدكم مبروك جميعا لا وانت كل سنه لكن انت ما قلت لنا شو نديها انا والله انا مش بعد ما يدب حتى نبني معك دور المذيعة الإعلامية هو في حاجة انا اليوم نقدم في حضرة استاذتي استاذة ثريا طبعا انا هي معلمتني يعني اصول التقديم انا ملياش هلبة لحوالي سنة لكن انا اخذت كورس قبل 3-4 شهور فكنت نتدرب في التلفزيون الوطنية كانت استاذة ثريا هي اللي من ضمن يعني اللي موجودين في التلفزيون وتعطي فيا في الخبرة متاعها تحاول تنقلها لي فانا اليوم التلميذ في حضره الاستاذ احيانا يتفوق التلميذ عن استاذه لا ما نقدرش طبعا انا راجل الدرجه نهايه الحلقه اليوم نهايه الحلقه مستنى الدرجه ايوه نعود شويه نطلع شويه من اجواء العيد نخش شويه في الكاريره بتاع كل شخص يعني مثلا لو قلنا استاذ حسني بي انت مثال لكل شاب موجود يحب انه هو يوصل للي وصلت له احيانا يعني لو قلنا كيف كانت عندك مخطط من بداية شبابك من الطفولة يعني تشوف في نفسك انك انت توصل لأهم رجل أعمال ليبي ممكن ما كانتش من شبابي يعني في طموحي في شبابي كان مجرد ان في يوم 24 ديسمبر وانا عمري 6 سنوات شفت الكراديس نتاع الجيش في الاستعراض بالمناسبة وشفت ان اجمل قوة فيهم اللي هي البحرية فقلت لنفسي في هذيك اللحظة أني أنا بيكون بحار فحققت تلك الحلم ولكن لما وصلت وحققت تلك الحلم شعرت أنه مش هو اللي كنت نتمناه فعلى طول غيرت لما غيرت خشيت عالم اللوجستية عالم الاقتصاد عن التجارة وتبعت سيرة الوالد وتبعت سيرة العائلة جدي ولما تخرجت طبعا كنت محظوظ لأن في هذه الفترة ليبيا كان فيها طفرة نهضة رائعة والنظام في تلك الفترة كان يشجع
فعلا القطاع الخاص يعني كان احدى شعاراته الرأسمالية الوطنية وتشجيع الرأسمالية الوطنية، هذا في السبعينات اوائل السبعينات، فالطفرة كانت هائلة، وانا كنت محظوظ اني نشأت في هذه الفترة. انت تعليمك البدائي كان ايطالي اعتقد؟ انا كل تعليمي ايطالي عند سوريلات وعند قصائص، فبالتالي مدرسة القصائص مش ثقافة ثقافة طليانية خاصة يعني. الثقافة نعم في الواقع نعم، ولكن يبقى دائما الواحد ينتمي لوطنه، بل بالعكس انا ارى ان من يدرس خارج ليبيا انتماء للوطن اكثر. رجعنا مشاهدي تلفزيون الوسط دبليو تي في لبرنامج سمر العيد اللي متواجدين فيها اليوم مجموعة كبيرة من النجوم، مجموعة كبيرة من الضيوف اللي نشرفوا ان هم موجودين معنا في سهرة العيد الخاصة بعيد الأضحى السعيد. خلال السنوات اللي فاتوا شفنا مجموعة من البرامج تعاطفوا معها الناس، زي برنامج أرزاق تساق اللي كان يساعد في الناس بطريقة غير تقليدية، أيضا الناس تفاعلت بكل مشاعرها مع برنامج أطفال أبطال وغيرها من البرامج وراء كل هذه الأعمال. وراء سهرتنا أيضا الليلة منتج مميز جدا في ليبيا السيد مصطفى البتنوني، حينضم لنا في سهرة سمر العيد هذه الليلة. لخبطنا سيد مصطفى، الله يعطيك. شكرا شكرا، مرحبتين بكم من جديد. انضمنا في النصف الثاني من السهرة المنتج مصطفى البتنوني، رحلة مع الانتاج ومع عالم الانتاج التلفزيوني بعد 7 سنوات تقريبا. ليك 7 سنوات في الانتاج التلفزيوني، تجربتك كيف كانت؟ كيف بديت مع قصة الانتاج التلفزيوني؟ كيف كانت؟ والله احنا طبعا خشينا سطول، درنا شركة انتاج، كنا نشتغلوا يعني عندنا فريق نشتغلوا ننجو في، كنا برامج مسابقات، حبيت البرامج المسابقات لأن في اللوكيشن في التصوير نشوف الناس كيف تبدأ فرحانة تكسب جوائز كل سنة، يعني ممكن برنامج مسابقات درناه ممكن على 3 سنوات تقريبا، فأنا كل ما نشوف الناس تفرح بالجائزة يعني حبينا بدنا زدنا كل عام نزيد ونكبر في جوائزنا، نزيد في الربح وفي الناس، فرحة الناس كانت بالنسبة لي أنا هي الهدف الأساسي. النشوة لما تشوف الناس، لما تفرح الناس يعني لما تشوف السعادة في عيونهم تحس بالنشوة. أي حد أنت نفسك لما يعطوك جائزة أو هدية أنت بتفرح، فبتحس زي ما أنت بتحس بالناس كلها، فحبيت الناس تكون مبسوطة في جميع البرامج. من ضمن برامج مسابقات أصبحنا في برامج إنتاج أكبر، واتجهنا حاولنا أن احنا نخترع ونتفكر في فكرة تنفع، تزيد تنفع المواطن، تزيد تنفع الناس الكادحة اللي تشتغل، اللي هي أرزاق تساق. هذا البرنامج اللي يعتبر علامة من علامات البرامج التلفزيونية مؤخرا في ليبيا يعني. ايه الحمد لله، هو كان من الموسم الأول ناجح وحققنا فيه أهداف كويسة. 3 مواسم انتوا حاليا؟ ايه تو احنا درنا 3 مواسم الحمد لله، يعني كل موسم نطلع فيه أكثر درجة يعني، ما ولوش التالي، وفرحة الناس تزيد. وأرزاق تساق كانت فكرتها أن احنا ندعموا الشباب بالطريقة الأولى يعني. أنتوا الحلو اللي فيه أن تدعموهم بطريقة أن هم يقعدوا لهم دخل طول الحياة، يعني أنت بدل ما تعطيه فلوس أو تعطيه أي جائزة، لا أنت تدعمه بطريقة أن توفر له الشيء اللي يقدر من خلاله يشتغل يعني. هي جت الفكرة أصلا من برامج الجوائز، يعني احنا كنا نقعد ديما برامج جوائز الناس مش حتستفيد، فجت لقينا روحنا احنا نعطوه جائزة صح بيفرح بها وكذا وخلاص تمت. فجت الفكرة ان احنا نبغوا نديروا حاجة مستدامة تحاول ان هي يعني تقعد معاه ديما، فجت فكرة برنامج أرزاق تساق. هي كانت مجرد فكرة، قلنا تحقيقها بيكون صعب شوية، لكن الحمد لله يعني جازفنا بالموسم الأول، اشتغلنا به بكل يعني ما احنا استطعنا،
الحمد لله طلعنا به وكان في نجاح ممتاز. يعني كرجال أعمال سيد حسني تفرحوا بالمشاريع هذه وبالبرامج هذه يعني تدعموه؟ نحن أعتقد كنا من داعمين أستاذ حسني برنامج لأرزاق تساقه. بالفعل يعني أستاذ مصطفى أنا ما كنتش نعرف حضرتك إلا هاليومين هذين الأخيرات، عرفت من هو الشخصية وراء البرنامج. كان التواصل طبعا عن طريق WTV وجماعة محمود شمام. الأستاذ محمود نوجه له تحياتي وكل سنة وانت طيب. حتى محمود لكن الأمانة أعتقد أنا في تقديري من أفضل برامج أخرجت على التلفزيون الليبي لليبيا. لأن يشمل حاجات عدة، يشمل الإنسانية، يشمل الاقتصاد، يشمل معالجة ظروف البشر، يعني حاجات كثيرة كلها تغلفت في هذا البرنامج. يعني صراحة تهانينا، بارك الله فيك أستاذ. وطبعا أستاذ حسني يعني حتى لما دعمنا في أرزاق تساق كان لي نسبة كبيرة في نجاحها، يعني هو وفي مجموعة شركات تانية كلهم يعني لهم الشكر والتقدير، يعني هم أساس نجاح البرنامج. كان الأستاذ محمود شمام في قمة الهرم في نجاح برنامج أرزاق تساق كموسم أول. كنا احنا خاشين بين يعني خاشين في برنامج فكرة صعبة تنفيذ، تبي رأس مال كبير، فاتجهنا صراحة يعني الأستاذ محمود هو كبداية لنا. تستهويه البرامج هذه؟ يعني بعتنا احنا صورنا حلقة ورنا الفكرة فأعجب بها جدا، فكان هو الدعم الأساسي لنا في أرزاق تساق. وكان معاكم حتى في أبطال أطفال بعد. أطفال. برامج حتى هو كان يعني لي جانب إنساني كبير في معالجة عدة مواضيع بالنسبة للأطفال، يعني في اللي عمره 12 سنة كان معنا في البرنامج وكان يشتغل بحكم ظروف العائلة بتاعها. حنرجعوا لأطفال أبطال، لكن أستاذة تريا أكيد عندها وجهة نظر في أرزاق تساق، كنت تتابعي فيها أكيد؟ طبعاً أنا البرامج هذه تعرف تخليني نتابع وتحسني يعني نحس بقيمة اللي موجود بين يدي شنو هو وبقيمتي كإنسانة يعني. وايضا في نفس الوقت زي ما نقولوا بلهجتنا الليبيه الناس هي تسخفني وتوجعني، نقول يعني هو مش حرام، هو قسم ونصيب من عند الله سبحانه وتعالى، لكن تسخفني يعني زي ما نقولوا، خاصه الاطفال يعني اللي ما يعيشش طفولته وما يعيشش وقته وتوا عصر الشهاده وعصر الدراسه، تلقاه مبطل قرايته يبيع في كلينيكس او سامحوني في اللفظ ماد يده يعني في الشارع، يعني شيء يزعلني فعلا، في خاصة في بلد غني مثل ليبيا هذا يعني شيء يوجعني جدا. في بلد يعتبر من أغنى دول العالم. نعم. وفي نفس الوقت زي أرزاق تساق وهالبرامج الإنسانية ليش تجي في شهر رمضان بس؟ احنا ما نتفكروش بعضنا إلا في رمضان بس، علاش ما تستمرش؟ هل الرحمة والحب وال في تنزل علينا كان في شهر رمضان؟ جواب عند استاذ مصطفى، هو معروف الجواب تقريبا استاذ مصطفى، لينا يقول لك ما فيش دعم، ما فيش ظروف ماديه تتعلق. اكيد لازم المواضيع بدات مواضيع اللي فيها دعم يعني فصل مساعدات وفصل صرف تحتاج لمجموعه شركات تكون معك. هي اعتقد حتى عاده عربيه بدت البرامج كلها يعني نقولوا ممكن اكثر من نص الانتاج اللي موجود كله يصب في شهر رمضان بالضبط، والباقي يوزعوا على باقي السنه يعني. والله الموضوع ده يعود برضه للقنوات وللشركات، لان الشركات الراعيه هي بروحها يعني تشبح في شهر رمضان هو الموسم، فاحنا قاعدين في ليبيا ننظروا لنا شهر رمضان هو شهر الرحمه هو دائما الموسم هو شهر ايه فصل الدعايه، لكن هي طبعا المفروض دائما هي المفروض دائما احنا هذه الناس الغلبانه واللي ظروفها تعبانه ما تجيش في شهر رمضان وتكون تعبانه، لكن هي ايام يعني دعوه من خلال البرنامج. سامحني على الاقل أو الشركات والرعاة ورجال الأعمال. أستاذ مصطفى أستاذ حسني بي أكيد حتى أنت عندك رأي خاص في هذا الموضوع. يعني أنا كل ما قالتها أتفق معها 100%، ومفروض ما يكونش فيه فقر مش بس في ليبيا، في العالم كله ما يكونش فيه فقر، ولكن خلينا نوضح حاجة، أن ليبيا ما هيش دولة غنية كيف ما نحن نقوله. الغناء ما هو الشيء يطلع من تحت الأرض، الغناء هو إنتاج، هو قيمة إضافة، هو عمل. كوننا نحن عندنا نفط، إيه نحن عندنا نفط،
ولكن الجول بين نحن دولة غنية أعتقد أنها ظاهي لازم نصحوه، وهذه فرصة أن نقولها في هذا البرنامج لشعبنا الليبي. يا شعب ليبيا راهو لازم تشتغلوا باش تبقوا أغنياء، أما أنك تقعد في الحوش وتنتظر آخر الشهر أن يجيك مرتب من الحكومة على أساس فقط عندك تنتج في 1,200,000 برميل نفط، أعتقد أن هذا النفط بعد 20 سنة قد لا يحتاج أي واحد، ومنها نمشي للفقر المضحل. فسامحيني. لا هو أستاذ حسني يعني نتفق معك في جانب، يعني سامحني ونختلف فيك، نختلف معك في شيء. الشباب اللي تو تخرج، شوف نسبة الشباب، تلقاه حاط أوراقه وشهادته في كذا عمل، لو ما عندكش واسطة سامحني مش حتشتغل. شباب يبي يدرس، سامحني مع احترامي لكلامك يعني، وانت اكثر خبره ومعرفه مني يعني ودرايه مني، لكن لما نجي نلقى شاب يبي ياخذ كورس لغه انجليزيه يعني هاو في ليبيا، يجي يدفع مبلغ وقدره، مبلغ وقدره وبياكل بي بيشرب بي بيعاين بي بي راو يا راو تعبانين شبابنا يا سيدي. في بدنا هلبة في عائلات محدودة الدخل. أتفق معك، عندنا مشكلة منظومة. المنظومة اللي موجودة في ليبيا للأسف الشديد خلينا نقول فاسدة ماشي، فلكن الأموال اللي تصرف تصرف بطرق سيئة. دور الحكومة هو الثقافة، التعليم، بناء القدرات، فتح المجال للقطاع الخاص مثل هذا المشروع. الليلة أنا نقول اليوم شفت في هذا المشروع لا يقل عن 100 شاب ليبي يشتغلون. استثمار في الفرص عمل الشباب ما كانش يعني موجود لهم الفرصة. 75 يوم مضت، ولو قعدت على الدولة هل 75 شاب ليبي كانوا قاعدوا في الشارع في البطالة، في البطالة لمدة سنوات قادمة. من حياخذ بيده؟ لازم تتغير المنظومة. هذا نرجع الكلام. رؤيتك كرجل أعمال لليبيا المستقبل كيف تشوف فيها مثلا؟ نشوف المعطيات اللي موجودة. نشوف أن المقاومات في ليبيا ممتازة جدا، ولكن إدارة والتعامل مع هذه المقاومات للأسف شديد سيئة للغاية. هذا المشروع ناخذه كمثل يعني، صحيح هو مشروع ما هوش كبير، ولكن ان عطى فرصه انه يشغل 100 شخص وقلنا بانه مش مشروع كبير، هذا دليل بان اعطاء الفرصه للقطاع الخاص بدل من احتكار القطاع العام لكل ادوات الانتاج تفتح فرص كثيرة جدا. يعني اللي صار في خلال هالعشر سنوات بالرغم الحروب وبالرغم المآسي وبالرغم ما عندنا، مصار من نمو ومصار من تطور عمراني ومحلات ما أعتقد صار في 40 سنة أو 50 سنة اللي فاتت، وهذا دليل عن شيء، دليل عن خروج الدولة ودخول القطاع الخاص. أعتقد أن هي اللي حتكون ماشية في القادم. لازم الدولة تخرج من الـ 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 من الإنتاج ومن الخدمات وتشتري الإنتاج والخدمات من القطاع الخاص. الاستمرار بنفس المنظومة القديمة ملش نتيجة وملش بر إلا ما نحن فيه. هو العالم كله حاليا متجه للقطاع الخاص، يعني في كل دول نعم. العالم الناجح نشوفوا فيها ان القطاع الخاص نعم لان القطاع العام ليس الا رأسمالية الموظف العام، فاذا نبوا نخلوا الموظف العام رأسمالي فنستمر بالقطاع العام، واذا نبوا ان الثروة تتوزع حقيقة ومن عنده حظوظ اكثر يدفع ضرائب باش يساعد المحتاج يبقى ما فيش حل إلا أن نقلب الهرم رأساً على عقب، ويبقى المنتج الحقيقي هو القطاع الخاص، والدولة تحقق ضرائب ورسوم وحقوق انتفاع أو أي دخولات أخرى لمساعدة الفقير. نتمنى نشوف ليبيا كلها، كل مدن ليبيا في اعلى المراتب يعني، وطرابلس اللي عايشه فينا وكانت قبل شويه
استاذة أسمى تغني عليها، وليبيا بشكل عام، ليبيا كل مدينة فيها عايشة فينا. الخلاف اللي ديما يصير وراء كواليسك، أسمى ليبية تونسية جزائرية، أنت تجمعي المغرب العربي كله عندك، ولكن احنا نفتخروا إن أسمى ليبية. أولا أنا دائما نقول أنا إنسان قبل كل شيء، نحن إنسان قبل كل أي انتماء، ولكن في دائما اختلافات. في ناس ما عارفش أنها تتعمد أو أنها فعلا شاكة في أنا ليبية أو مانيش ليبية، أو خلنا نوضح لهم هالمعلومة هذه. ولكن أنا بتأكد أن في ناس حتقعد تبي تشكك، هي تبي تشكك. أنا من أب ليبي المشككين، لا ليبو شككوا مش المشككين. أنا ليبية وأفتخر قبل كل شيء. أنا من أب ليبي، ليبي ليبي، أصلي من الرقيعات، رقيعية. أمي هي حتى أمي أصلها مش تونسي، معناها أمي طلعت قبرية توا. الأول قالت إنسان انبسطنا، فصلتهم قبرية، أعطتهم تفاصيل بس ما أعطيت بالضبط. أنا دائما إنسانيتي هي فوق كل شيء على فكرة، أي انتماء بالنسبة لي أنا. جميل جميل. بعدين نرجع للجذور حاليا، نرجع للجذور. الجذور أنا أمي ما أصلها جزائرية مش تونسية، ولكن مولودة وعايشة في تونس. في تونس. أوكي. فأنا حتى أمي يعني لما مشيت معها لتونس، مشيت معها لتونس مش للجزائر معناها، ولكن أصلها جزائرية. عشتي فترة في تونس؟ عشت فترة طويلة في تونس. مشيت عمري لتونس. أول حاجة كنا نمشي كل صيف نصيفه في تونس مع أمي، هذا دائما. بعدين من عمري 17 سنة عشت في تونس مع أمي. تزوجت فيها وجبت فيها بنتي اللي هي أصلها تونسية من أب تونسي. الله يسلمك، شكرا. مرات تغلبني لهجة شوية تونسية، بحكم أولا أنا أمي اللي هي اللي دايما معاها أمي تونسية، يعني زي توفي اللي أمهم مصرية يتكلموا في كلمات يقولوها بالمصري عادي، حتى ولو ما مش مقيمين في مصر. ممارسة اللغة نفسها. احنا توا الليبيين اللي موجودين اللي تهجروا توا ما عادش تفرق بينهم وبين التوانسة، بدوا يتكلموا بالتونسي بالمصري. فمرات هني توا مثلا عندي سنة ونص في ليبيا ورجعت نتكلم عادي بالليبي، لكن مرات تزلق من 20 سنة واني في تونس. تزلق. زوجك تونسي. زوجي تونسي. زوجي تونسي. وبعدين فعلا ما فيش فرق ما بين قيمة الإنسان في اللي قدمه. صراحة ما أنا نستغرب باي مثلا تحط تقول لا تونسية ولا لا ليبيتي، احنا كنا واحد. كنا واحد وكنا عرب وكنا مسلمين. كنا واحد. كنا إنسان وكنا عرب وكنا مسلمين. كنا بشر. تونس عندها جانب مهم لليبيا كبشر. صحيح. احنا الليبيين نمشوا نعالجوا فيها تونس، نمشوا نتكلم بالتونسي في في في, في القنوات التونسية. لاني فعلا انا كنت نتكلم بالليبيا ولا ما يديروا معي لقاء، ولكن بصراحة انا في موقف داروا التوانسة مع الليبيين في وقت الثورة لما فتحوا بوابهم لليبيين واعطوه، معناتها صراحة اعطوه كل ما عندهم لليبيين في بداية. كنا اخوة جد يعني. وعدت نفسي قلت لان حتى في تونس عندهم علي حق، قول لي ليش اسمى انت بدك تتكلم بالليبي، بدك ما تتكلم معنا بالتونسي مثلا، خلينا نتكلم شوية بالتونسي بجرب يعني. فقلت على الاقل اعطي حق التونس لما نكون موجودة غادي في القنوات نتاعهم ندوي تونسي. هم مرحة حتى على عيون ماما، على عيون امي، على عيون بنتي. هم فرحانين بيك اسماء، هم يحبوني، هم عندهم حتى الفكره. سامحيني قطعت عليك، ان لما حد يتعلم لغه مخالفه فرنسيه انجليزيه يصفقوا له، يصفقوا له بالضبط. لما يتكلم عربي بلهجه ثانيه يشككوا فيه ليش ولا زي اللي ينجاب في اوروبا مفتخرين. لكن اللي جاب فيه يسمع من الألقاب عايدون ولا فوالة مصري. بعدين أنا مش عايدون. أنا ما نتسمش. وبعدين حتى كان عايدون شنو المشكلة؟ عايدون ولا شنو المشكلة؟ هو الخلاصة نقدر نقوله إن أسماء أخذت أجمل ما في الجزائر وما في تونس، وزادتها عليه ليبيتها اللي هي أصلاً. الحمد لله الحمد لله. بالعكس أنا نقول أنا نقول أمي جزائرية، بلد مليون ونص شهيد. أنا أفتخر بذلك. تونس أنا ما مش تو اليوم نحكي على تاريخ المرأة التونسية، شن دارت في شن عندها في تاريخها. صحيح. ليبيا من كل فخر ليبيا، كل فخر ان انا ليبيا. انا مرات نقول سموني ليبيا، ما عادش يقولوا لي اسماء. الله قولوا نادوني باسم ليبيا، فهمت؟ حلو. ف
فمش ذنبي اني ليه جيت، بالعكس انا حاجه كويسه ان انا الحمد لله. جميل جميل فعلا هالتنوع جميل جدا، قيمه الانسان عندك حلو جدا. مشاهدين تلفزيون الوسط تلفزيون دبليو تي في، رجعنا من جديد مع هالشخصيات الجميله اللي اليوم منورينا في جلستنا، جلسه ليالي العيد سمر العيد. متشرف بكم جميعا، متشرف بحضوركم ومكملين العيد معكم يوم العيد عيدين بوجودكم وتشريفكم اليوم. يسلم صوتك اسمع لكل اللي تقدمينا فيه اكيد. ثريا، احنا في رمضان شفناك في سي 13 وفي تخاريف العملين الزوز دراما، يعني انت كنت غايبه حوالي 14 سنه على الدراما ورجعتي. سبب الرجوع، هل اغراك النص؟ هل في حاجه جديده في طبعا هم العملين نجحوا خاصه تخاريف وسي 13 كانوا مختلفين على نوعيه الدراما اللي احنا نشوفوا فيها في اليوم. نعم. طبعا عودتي هي قبل في 2018 مش السنه هذه مع السيده لطفيه. مع السيده لطفيه ابراهيم، لكن بعدها رجعتي للاختفاء. علاش؟ ايوه، على الاقل باش الناس تستحشني شويه. لا احنا مستحشينك على طول. مع السيده لطفيه كنت في وين حصت حواء. نوجه لها تحيه طبعا السيده لطفيه ابراهيم، كل سنه وانت بألف خير. هذه سيدتنا وفنانتنا الكبيره، ان شاء الله كل عام هي بخير. سيده الشاشه الليبيه. نعم. رجعت السنه هذه طبعا، اول ما رجعت تم طبعا عبد الله تربطني بصداقه اخويه كبيره هلبة. عبد الله كاتب السي 13. ايوه، وطبعا نص السي 13 هذا تقدر تقول احنا كنا محضرينه مع بعضنا وكنا دائما نتناقشوا فيه. بالضبط. وفي قريب لنا سنه عبد الله ممكن أكثر. هيك او اكثر يعني في بعض حلقاتها مكتوبه من قبل ما يبدا العمل. فطبعا استهوتني الفكرة واستهواني الكاتب واستهواني النص، فرجعت وكان تجربة رائعة. عبد الله أول عمل لي اللي نتمنى له فيه التوفيق، كان موفق شاب فيه جدا جدا ونوع آخر من الدراما الليبية، طبعا قصص مختلفة ولكن مرتبطة ببعض. في نهاية الحلقة لازم في حاجة ربطة طبعا. لكن في طبعا حلقات تتكون من حلقتين وفي حلقات من ثلاثة وفي اللي حلقة. طبعا من أهم النصوص اللي فيها هي حصة، هي عفوا حلقة النكران اللي تكلمت عن الأم، وكان فيها ردة فعل من الناس كبيرة جدا. وطبعا هذه أقرب حلقة لنفسي يعني فوق ما تتصور. نشوف معاناة الأم لما تكون فاقدة زوجها وفاقدة سندها، وكيف كيف تربي أولادها تربية صحيحة، ولكن للأسف الشديد إنها يقابلوا هالتربية هذه بالنكران لها والجحود، وكل واحد يمشي يعيش حياته. لدرجة إن الأم، مش نقلل من قيمة إن المرأة تشتغل يعني نظافة، لا بالعكس، أني نحترمهم العمل مش عيب، مدام إن هي قادرة إن هي تعطينا جيل طموح ممكن، طلعت يعني رجالة وبنت رجال. لكن للأسف إن ردة الفعل لهالأبناء هذه كانت سيئة جدا. نكران الجميل هذا شيء نقدر نقول عليه انه هو من ابشع الاشياء. وايضا تجربه تخاريف نعتبرها حتى هي بصمه، دار عمل مؤيد الضبط من عمله، كان مفاجاه طبعا. طبعا الامكانيات والقدرات والفنيات، الصوره كانت تحاكي ما كان موجود خارج ليبيا، وفعلا وكان حتى النص رائع. رائع. وكلها من مجاميع الحمد متكاملة. لله. على سيره السي 13 سمعنا، احنا طبعا في كل حلقه ديما نتكلموا شويه على المشاكل، وعبد الله هو معد البرنامج، فاليوم حنضوقوك من المشاكل اللي تحفر فيها للفنانين اللي معنا. طب خصم واكله. ايوه اليوم بتضوق. يستر الله. فسي 13 سمعنا انه في مشاكل صارت وراء الكواليس، وتشكبين ايضا اللي هو كان من كتابتك. بالنسبه لسي 13 كانت المشاكل اكثر شيء مشاكل فنيه، مشاكل انتاج، لكن للأمانة يعني الحاجات اللي صارت بين أطراف معينة وحاليا تم التصالح ومشت أمورها تمام. عن نفسي ما كانش لي أي علاقة بأي خلاف، الطرف هذا صديق والطرف هذا صديق،
وفي نفس الوقت بعض المشاكل والظروف اللي مرنا بها كانت صعبة جدا. انصبنا بالكورونا عفوا الله وياكم، واحنا نصور مرنا ببعض الظروف الأستاذة يعني تشهد عليها كانت جدا صعبة. المنتج اشتغلوا في ظروف صعبة يعني بالضبط. المنتج دار جهده للأمانة على قد ما يقدر ما نقصوش، ولكن للأسف في من حاجات تجي أقوى، بس ما زادتناش إلا قوة. الجروب كله قاعد متواصل إلى اليوم، وكل يوم نراسلوا في بعض وجونا جميل، وبعون الله حنشتغلوا كجروب من جديد مع بعض. وتشكبينا صارت فيه نفس القصة، هل بسبب لا. ان انت موجود في العمل هناك ولا كيف؟ تشكبينا صارت عليه دوا في الوسط الفني، هذا بجديات الموضوع. هو تأخر عرضه شوية ممكن كتسويق، لكن هو كان حتى هو من الأعمال المميزة يعني اللي عرضت في النصف الثاني. الحمد لله حيوا فيها أستاذ أحمد وأيضا أستاذ نور، يعني أكيد. كانوا مقدمين عمل جميل. تشكبينا فيه ترطيش كلام في الوسط الفني للأمانة، يعني وسطنا جميل نقدمه في رسالة وكذا، لكن فيه نقطة مش جميلة ممكن يعانوا منها أغلب الناس اللي تشتغل في الوسط، هي القيل والقال وتقييد الأحوال. هذه كل شيء للأمانة كل الأوساط، ممكن أنت تقول كلمة معينة حتى لو كانت حقك تتكلم عن حقك فينقلوها لشخص بطريقة أوفر ومبالغ فيها، مش بهارات، بهارات هندية أصلية. هذا ناس متخصصة بالمواضيع بالضبط، هم ما تكونش دلتا الهندية. في ناس متطوعين لفعل الشر سبحان الله، يعني مش عارف شو مصلحتهم من الموضوع هذا. والأهم من هذا إن العملين كانوا الحمد لله يعني، وللأمانة يعني أنا اتصلت بصاحب الشان نفسه ووضحت له الفكرة، وبالعكس إحنا قاعدين أصدقاء بالنسبة لتشكبينا ولعند أمس متلاقين حيوا كل الفنانين والنجوم اللي كانوا موجودين على طول. في أكيد. مصطفى أنت كان ليك تجربة في الدراما في قبل سنتين في التجربة. إيه مسلسل اسمه كان التجربة. كان إنتاج كامل المسلسل التجربة، كانت معكم السيدة هدى عبد اللطيف كانت براءة واحدة من أهم الفنانات. حيوا كل سنة طيبة. كبيرة أكيد. نعيده عليها سدى. كل عام وهي بخير وبصحة يا رب. كانت أول تجربة لي في الدراما صراحة. تعبتني والله، متعب شغل مش الاستاذ لا الاستاذ حبيبتنا اكيد مسلسل التجربه كان شويه متعب، لان حتى هو جاي في ظروف دي ما احنا قبل رمضان يجي التركيز على التصوير، هو كان في يعني تصويره في خشة كورونا اساسا فكان التصوير صعب جدا، تصاريح و في ضوء العزل حتى كانوا الحظر، لكن كان عمل وكنا نحاول ان نصوره وشفنا فيه شغل جميله جدا، وشوفنا فيه مهند الزيتوني مخرجنا يقدم لنا عمل مميز. الزيتوني ورايف سويسي كل محمد كل الشباب كلهم حتى هم الحمد لله تمناه وطلع به الحمد لله جميل جدا كان العمل كويس وخذي اكثر من جائزه حتى في الاستفتاءات. حبينا ان احنا نوصل به حتى هو رساله انه يعني الام والبو كيف يبدو في ديما في مشاكل في الحوش وديما في نقاشات المواضيع كلها بتولي على الصغار، فالصغار صار بيناتهم تشتت وهذا مشي مع البو وهذا راح فحبينا نوصله موضوع دراما انه يكون فيه رسالة يعني. كنتم موفقين جدا استاذ حسني، دي مع الفيس موجود تقدر تقول حبيبي على الفيس انا تعرف متابعش من اللي هو ديما نشوف ان استاذ حسني متابع كل شيء ويرد بنفسه على كل شيء، متواجد على السوشيال ميديا طول الوقت نحس فيه. تقدر تقول ان نعطي في وقت كثير السوشيال ميديا لان اعتبرتها ان هي رساله لتثقيف الناس قبول المختلف، اولا تثقيفهم ان من حق الواحد انه يختلف عن الثاني، ولكن لازم نتعلم ثلاث رسائل مهمه جدا. الرساله الاولى عدم تخوين المختلف، عدم تكفير المختلف باسم الدين، عدم إقصاء المختلف باسم الوطنية. كلنا ليبيين سواسية، لا أحد يتميز على الآخر، وهذا للأسف موجود كل الثلاث نقاط اللي قلتها هذه موجودة أكثر من 90% موجودة في هذه رسالتي وهذا ليش أنا موجود أنا هذه رسالتي وهذا ليش أنا موجود على السوشيال ميديا لأثقف، لأن أنت عارف أي مجتمع حتى في الأسرة نفسها في 10% يكونوا إيجابيين و10% سلبيين، ولكن الأهم منهم كلهم هم 80% الصوت الصامت. كيف اليوم في ليبيا، نحن اليوم في ليبيا الصراع اللي نحن فيه
في 10% مع مثلا القومية العسكرية، القومية الوطنية ولا القومية العربية المتمثلة مثلا في حراك بقيادة جيش وبقيادة ما نبوش نقولوا أسماء باش ما نكونها، وفيه مضادة حراك آخر اللي هو الإسلام السياسي، ولكن فيه 80% من الشعب اللي هم لا مع هذا ولا مع هذا، ولكن هم عندهم رسالة واحدة أن نحن ليبيين جميعنا سواسية، لا فرق بيننا أعراق وثقافات حسب حتى ما مختلفين. حتى ولو في اختلاف يقبل لأي شيء لازم نظر للنقطة، والاختلاف هذا معناته تبي تقبل حتى العشرة من هذوم والعشرة من هذوم، يعني لكن 80% أعتقد عدم تقبل الآخر. هذه هي يعني هذه رسالتي ليش أنا موجود يعني تلقاه يشتمني ويقول لي كلام مش كويس ورد لله نقول له شكرا بارك الله فيك ربنا حتى يوفر. ردودك تكون تخليه إنه هو ممكن يراجع حتى نفسه. أنا ما نخطبش فيه هو، أنا لأن أنا نخطب هذا نعتبره 10%، وكيف ما في 10% أنا نخطب في 80% السكتي وتشوف يعني قد لدى الناس اليوم كل واحد يرحب بي في هذا المكان وصوت عالي، وهذوما 80% لا هم 10% هذوما ولا هم 10% 80% هم هادو اللي احنا واحدين منهم، احنا نعتبره فيك رمز، رمز للنجاح ورمز نقتدوا به كشباب يعني حاليا. بارك الله فيك، وهذا هذا هذه هذه رسالتي وهي وصلت الحمد لله. الله يسلمك يعطيك الصحه. أسمى، في تجربه جديده ليك تحضري لها بلغه غير اللغه العربيه. هذه سر، هذه سر مسرب، هذه سر انا بس تخاطب الاخر. بس كانت المقدم بتاعنا شاطر. لا في عصفوره، لا في عصفوره. حيوها احلام طبعا صديقتنا، هي الاحلام اختي ومديره اعمالي، وهي هي على فكره مش مديره اعمالي لانها هي تساعد فيها كاختي معناها. خايف عليك ديما نشوف فيها، خايف عليك من كل شيء. اكثر من الاكثر من يحفظكم يحفظكم لبعض يعني. سلمك سلمك. في إن شاء الله شو عمل أغنية باللهجة الإنجليزية تغنى على الهجرة، هو موضوع طبعاً اجتماعي يخص العالم، فهتكون كلمات وألحان الملحن والفنان مفتاح العبيدي، لنوجه له تحية كبيرة أهلنا إن شاء الله. إن شاء الله حتكون قريباً يعني حتكون قريباً موجود إن شاء الله. مؤخراً كان عندك عمل نقدر نقول عليه باللهجة الدارجة، ألعب بيا بط، ألعب ضرب ألعب على الأرض. استعملنا فيها مصطلحاتك استعملنا شوية في المناسبات. ألعب على الأرض أغنية من كلمات الشاعرة فدوى دوزان، نوجه لها تحية كبيرة هلبة متميزة فدوى جدا. طبعا أكيد نقولها إن شاء الله كل سنة وهي طيبة بالمناسبة. الأغنية من ألحاني والحمد لله لقيت نجاح كبير. تحسي بالأغنية لما تكون أنت عندك فيها حاجة غير الغناء، يعني لما تكوني ملحنة تحسي بالأغنية أكثر. طبعا أكثر يعني أكثر. يعني عندك أغاني ملحنتيها يعني درسة درسة والله درسة موهبة هيك هي خبرة في نفس الوقت. نشوف الكلام مرات نشوف الكلام قدام يجيني فكرة جملة لحنية نسجلها، مرة نستعين بملحن هي مع الممارسة مع الوقت. مشتاق لك يا طرابلس بداية اللحن كانت لي، بعدين أنا استعنت بالملحن تامر العلواني، يعني كنا الاثنين متشاركين في لحنها. تعزف على آلة موسيقية معينة؟ زمان في المدرسة نعزف، يعني مش متعلمة، نعزف عادي يعني بيد واحدة ونسمع جملة نعودها. أدنك موسيقية جدا. الحس الفني اللي موجود في حنسمه. أيوة حنسمه. ألعب على الأرض، على الأرض ألعب يا بط. مسرح ليك أسماء. يلا شكرا. ألعب على الأرض، ألعب على الأرض، ألعب على الأرض، ألعب على الأرض. نا الحب عندي راحة، مجوع ناد وفرح. ألعب لا تفوت بالحب، فوتة فوتة من أولك والنية مش مظبوطة، نفغي بدك زي من درام مر. ألعب غادي ناك رخيص وكل مرة فواد، عندي العين بالعين وانت البال.
تلعب يا بط كانت من العب على الشط عجبتك استاذ حسني طبيعه يعني كلمات بسيطه وشعبيه يعني شعبيه العب على الشط تسمع في الاغاني الليبيه اكيد لكن انا محبتي اكثر شيء بالمرسكاوي مرسكاوي لذلك طلبت منها المرسكاوي انا حتى انا اعشق المرسكاوي احنا نتميزوا به الشعبي نحب صراحه وانت تغني على البط احنا شنابو كان يجهز لنا في العشاء اليوم نشوف ما شاء الله مجهز لنا مشاوي على شرفكم اليوم لما اسمع بكم هنا شنابو فتح جديد في الليدو طبعا عنده مجموعه فروع وحب انه هو يقدم لكم مشاوي على الاقل قريبه من العيد فيها مجموعه المشاوي كلها اللي ممكن احنا نستخدمها الوجبه المشكله اليوم متميز بها فنشكرهم ونقول لهم الف مبروك على الافتتاح في مقرهم في الليدو طرابلس جديد مشاوي هي اكثر شيء متميزه في العيد اعتقد طبعا اكيد ما شاء الله الريحه وصلت مغريه نديروا في اعلانات على سيره الاعلانات على سيره الاعلانات اعلانك اول مان دار ترند يعني في رمضان السنه اللي فاتت الحمد لله في اعلانات في العيد هذه والله فيه في عندنا اعلان مطبخ النجوم اللي ينزل حاليا في السهره اللي قاعدين نشوفه فيه مع بالضبط في عندنا مع فنانين يعني كوفروتوس وسكسة شركة تأجير السيارات في قناة كبيرة برضو قاعدين ينعرضوا وكذلك بعد العيد خاشين رن في مجموعة من الإعلانات فالحمد لله يعني الإعلانات حاليا ماشي سوقها جدا مطابخ النجوم دعايتهم كانت متميزة مؤخرا وقاعدة تنعرض حاليا هم رعاة لينا وانت خاش حتى على الرواية العربية ايه الحمد لله كان في مشروع منتج كويتي هو ودار نشر كويتية مداي الرواية لمجموعة من الكتاب العرب من كل دولة واخدين كاتب فوقع اختياري من ليبيا الحمد لله ما شاء الله موفق جدا برافو عبد الله نتمنى لك انك انت توصل يعني للعالم العربي كله يا رب بارك الله فيكم كل استاذة تورية جديدك ان شاء الله طبعا عندي اعلان حنصوره خشه جديده على الاعلانات على الاعلانات ايوه كان عندي عبد الله عبد الله كان عندي اعلان مدرفات تنزل على السوشيال ميديا على المعالج الليبي وبعد العيد عندي اعلان خلوه مفاجاه حنصوره والايام الجايه يعني وبعد العيد ان شاء الله عندي عمل منوع لي ايضا لعبد الله بعنوان سعادة الجدة وان شاء الله يعني مبدئيا باذن الله حنكون اني والاستاذه هدى عبد اللطيف اللي نحييها ونقولها كل سنه وانت طيبه وان شاء الله ينعاد عليك بالخير والبركه حنشوفكم مع اسامه السنه هذه ولا لا نعرف انه هو كنت المفروض تكوني معاهم في زنقه الريح ولكن صار ظرف بسبب كورونا يعني ايوه للاسف اني انا كنت شنطتي مجهزه وقارية النص وحافظ أموري تمام وكنت حنتوكل على الله لكن للأسف انصبت بالكورونا ف إن شاء الله عطلت شوية يعني أعمال أستاذ عبد السلام أعمال متميزة يعني أستاذ عبد السلام رزق كان السنة هذه في الزنقة يشرفني يشرفني إن شاء الله إن شاء الله يشرفني كل مخرجين وكل فنانين نيشن نتشرف بيهم نتشرف وديما نقولوا ان الفن اللي قدموا فيه رساله واجهه مشرفه لليبيا والله يا محمد حتى اللي مرات يعني ننتقدوهم وننتقدوا اخراجهم وننتقدوا شغلهم راه صدقني هي مساله امكانيات وظروف وراه عندنا فنانين وعندنا مخرجين وعندنا كتاب الله يبارك كنا ندوروا في عمليه الانتاج والاخذ بيديهم بس هي هذه ان شاء الله يكون عندنا صناعه بس هي هذه اكثر شيء اكبر شيء موجتنا كنا ان شاء الله تكون عندنا صناعه دراما وصناعه فنيه كبيره مصطفى في حاجه جديده تحضر لها غير ممكن ارزاق تساق واطفال ابطال اكيد حيكون ارزاق تساق الموسم الرابع وحيكون اطفال ابطال الموسم الثاني حيكون مجموعه برامج على قناه دبليو تي في نضمن يعني فيه ممكن تكون ثلاثه او اربع اعمال الدبليو مجهزة خريطة برامج جديدة كبيرة المدة الجاية. السنة دي حتتميز قناة دبليو تي في بمجموعة برامج هتعجب الناس بإذن الله. إن شاء الله. في حاجات من أهم الشاشات الليبية اللي تكون من إنتاج القناة اللي مركز على الصورة وعلى المحتوى. إيه
يعني احلى حاجه الصوره في قناه دبليو تي في، احلى حاجه الصوره برامجها و... منوعه مديرها ومدير برامجها معتصم غوري. حيهم جميعا، حي استاذ محمود ونحيي استاذ معتصم رجع وكل الشباب معتز، كل سنه وهم طيبين، سعيد عليهم في كل مكاتب طرابلس في كل الدول الموجودين فيها ما بين لبنان وتونس وليبيا. لكن باذن الله حيكونوا في مجموعه برامج ممتازه جدا يا رب. استاذ حسني ممكن نشوفوك مرشح روحك المده الجايه في الانتخابات؟ هذا اذا شالوا كل الشروط نتاع ممكن يكون امريكي وممكن يكون متجوز من اجنبيه وممكن يكون عسكري، والسن لازم يكون 35 تقريبا المفروض، مع يعني هذا شيء اخر، يعني المفروض ان السن ما يكونش في حد ادنى. يعني مش معقول انك انت تحط حد ادنى السن 35 والحد الاقصى تخليه مفتوح ممكن يكون 110 سنه، ما يصيرش. فمفروض ان واحد يعني نختاره انه ما فيش شروط، يا يعني نختاره انه يكون في شروط كيف كل العالم اللي يبي يترشح مفروض ما يخلطش امور باخرى، مثلا ما يكونش عسكري ويترشح لمنصب مدني برغم ان احنا عندنا سابقه وكانت سيئه لما ترشح واحد في جنيف وقعد في مكانه، لكن نقولوا ان انا كذلك مع اللي عنده جنسيتين مفروض انه ما يترشحش، اللي هو عسكري مفروض يترك عمل العسكري قبل ما يترشح، واللي متجوز من أجنبية مفروض أن كذلك ما يترشحش. أنا ينطبق علي الأخير فقط لأني متجوز من عربية غير حب حياتك طبعا نعرفه أكيد، مش هنتجوز وحدة ليبية بس مجرد بشن نخش نترشح في رئاسة الحكومة. إن شاء الله ربي يحفظكم نضال. الله يخليك، تسلم. وممكن أنت اللي حققتها كرجل أعمال يغنيك على اي شيء في الواقع، يعني يعني ارضى طموحك في النهايه. انت وصايه حتى الوالد الله يرحمه قال ما تخشوا السياسه، ما تخشوا السياسه ديما مبتعد. فبالتالي احنا دائما نتكلم على المبادئ، نتكلم على المنظومه، نتكلم على الاليات، ولكن ما ندخلوش في انتقاد الافراد في شخصهم، يعني ما نشخصنوش الامور. صح. لذلك نقول انا نقبل الاخواني، نقبل الوهابي، نقبل العسكري، نقبل كل واحد، ولكن نترك صندوق الانتخاب يوم 24/12 انه هو يكون الفيصل. اذا الشعب الليبي باخواني يتفضل ان شاء الله نوصل لمرحله، اذا الشعب الليبي بعسكري لمرحله 24 ديسمبر في سلام، واذا الشعب الليبي بالحراك المدني، يعني 80% من الليبيين اهلا وسهلا فيهم، و80% قبلوا حتى العصر ان شاء الله يدوم السلام على ليبيا والامن والامان. تقدروا تاكلوا قبل ما يبرد. وجديد اسمى المده الجايه والله ان شاء الله نجهز في مجموعه اعمال شويه في الجوله الفرايحي الصيفيه باذن الله، وعندي مجموعه اعمال مصريه ان شاء الله مازال شويه عندنا ننتهي شويه من قصه كورونا وهيك. ايه شويه الحفلات مش موجوده يعني. الحفلات ايوه ان شاء الله، ان شاء الله نشوفوك حتى في مهرجانات عربيه. انت كانت عندك عده مشاركات طبعاً في دول عربيه خاصاً. وان شاء الله المده الجايه يعني حتى تونس ربي يحفظهم من الوباء والقصه طبعاً. هي اللي من قصه كورونا يعني لها فتره، وحاليا في تونس ممكن زايده عندهم شويه. ربي يحفظ جميع اهالينا في تونس أكيد. في كل الدول العربيه وفي ليبيا طبعا اكيد ان شاء الله. شكرا لك. لا اكيد مشاوي شنابو اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم طبعا. ممتاز معروف شنابو مباركوله اكيد. انا قريب نكمل انتم بدينا. احنا وصلنا لنهايه السهره وكنت سعيد جدا بقبولكم دعوتنا اليوم. احنا اسعد طبعا اكيد. فشكرا لكم مره ثانيه. نحب نشكر الرعاه اللي كانوا موجودين معنا طبعا، الراوق موجود معنا من بدايه الحلقات، الكيا ايضا احد الرعاه اللي موجودين معنا، شركه الهودج العالي، وكيل يوسيرين في ليبيا، غانس اند بانس برجر واحد من اهم المطاعم اللي موجودين حاليا، مطابخ النجوم واحده من اهم الشركات اللي موجوده حاليا في ليبيا، شنابو طبعا اشكرناهم اليوم ومقدمين العشاء في سهره اليوم، وشركه وادي اويس للاستثمار العقاري اللي شاركوا في تاسيس هذا المكان وتجديده طبعا، شاطئ السندباد اللي ردوا له الاسم الاول ليه من الخمسينات
شاطئ الليد وأصبح اسمه، وفتح أبوابه من حوالي أسبوعين. نشكرهم لاستضافتهم طيلة أيام العيد لينا، نشكرهم طبعا هذا الصرح الجميل اللي نفتخروا به واللي رجع للواجهة البحرية لطرابلس روحها. طبعا أيضا نشكروا فلاي بورد الشركة المشغلة لهذا المكان، السيد أسامة نشكره جدا على استقباله لينا وترحيبه لينا وتعاونه معنا في كل الحلقات. نشكر كل الناس اللي تابعونا خلال أيام العيد، وإدارة الدبليو ولكل المشاهدين كل العام وأنتم بخير. شكرا لكم مرة ثانية. لو في حد عنده أي إضافة من شركة الأصالة، شركة الأصالة الأثاث احنا ذكرناها أكثر من مرة ونحيوهم من جديد. الأصالة من أهم الشركات اللي موجودة حاليا في طرابلس، واللي عندهم مجموعة عروض مؤخرا قاعدين يقدموا فيها للشباب، ويقدروا من خلالها أن هم يأتتوا البيت كامل وأتاتهم يجي لحد باب بيتهم. شكرا لكم من جديد ضيوفنا، شكرا لكل المشاهدين. عيد أضحى مبارك عليكم، شكرا على كل طيبين وجميعين، تصبحوا على خير ونتلاقوا أكيد في سمر العيد إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. وانتم طيبين.